ثلاث سنين ده رقم كبير جدا في نادي الاولمبي. احكي لنا برضو الفتره دي وازاي كان شكل المنافسه ونادي الاولمبي. وطبعا في نادي الاولمبي انت ما بتلعبش في اهلي وزمالك. لا طبعا التسليط الضوء والاعلام والمسانده لا ده في نادي الاولمبي ومع الجيل بتاعك اللي هتقول لنا عليه دلوقتي برضو ازاي كانت الفتره دي. والله يعني هو طبعا توفيق ربنا زي ما قلت لحضرتك كابتن اسامه وزمايلي. يعني انا من غير زمايلي ما كنتش هبقى حاجه. يمكن عشان كده قلت لك احنا كنا طالعين مع بعضينا مجموعه واحده. كنا بنلعب مع بعض في الناشئين وطلعنا فريق اول ولعبنا فريق اول كتير جدا. وبعدين حفظنا بعضينا يعني فترة من الفترات جينا كنا بننافس على بطولة الدوري مع الزمالك وكان الأهلي كان موجود برضك لكن كان في بعد شوية بس بالنسبة لنا في الآخر بعدنا لأن ما كانش عندنا طبعا الفكر ده والخبرات ديت. لكن كل اللعيبة اللي أنا يمكن ذكرتها اللعيبة اللي قلت لك عليهم دول كان كل واحد فيهم كان ليه مهمة وكان ليه دور مهم قوي. يعني برضك يعني لو مش عايز تخون الذاكره يعني عايز افتكر ان كان عندنا مثلا كان عطيه عبد الهادي كان هيثم فاروق كان مدحت سلاح احمد الله يرحمه محمد طه اسامه يوسف السيد رمضان يسر عز محمود هريدي واحمد هريدي احمد ساري وعاصم زغلول وشريف علي ووليد عطيه مجموعه كبيره جدا كانت موجوده. ايمن ابو زيد كان مهاجم. ده الجيل العاكس يعني ده الجيل اللي احنا عملنا فيه انجاز عملنا فيه انجاز وكان فيه تنافس مش 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 حتى مش على خلال هداف الدوري بس لا احنا كان فيه تنافس بيني وبين احمد ساري وده كان انا كنت بجيب جون وهو يجيب جوان يعني انا بجيب جون هو يجيب جون هو يجيب جون انا اجيب جون. انت فاهم حضرتك يا اسامه ان 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 كان فيه تنافس بيننا بس التنافس الجميل ان احنا ما بيأثرش على الفرقه. كان الحمد لله رب العالمين اللي بيغلب على طبيعه الفريق الحب. فحته الحب ديت مهمه قوي انك انت اهدافك كلها كانت حلوه. يعني احمد الكاس ما جيبش جون كده الا لازم يكون جون فيه حرفنه، جون ملعوب، جون فيه موهبه. الموهبه دي يعني كان تركيزك انك تجيب جون ولا لازم جون يبقى جون لازم حلو؟ لا 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 انا تركيزي ان انا احط الكره بين ثلاث خشبات ومهم جدا. انت الناس مش هتبص انك انت ممكن تجيب جون بيبقى ملعوب وتستمتع بيه انت بس هي مجرد افكار بتبقى بالنسبه للعيب ذات نفسه بيجي في موقف معين لازم اعملها كده فبيعملها. فممكن في توفيق من عند ربنا ان هي تيجي ويبقى بشكل جميل وممكن انك انت مش موفق فتخرج الكوره. لكن في المقام الاول انت كنا بنلعب كلنا عشان صالح النادي الاولمبي. فخدت بالك كابتن اسامه كان كل هدفنا مش ان انا اجيب جون او احمد ساري يجيب جون او ايمن وزيد لا كان الهدف بالنسبه لنا ان احنا نكسب والهدف ان انا ادخل الكره جوه الشبكه. مين جابها مش مهم، المهم ان احنا في الاول والاخر ان احنا نكون كسبنا المباراه. فده كان هدفنا لان احنا كنا حياتنا كلها كنا قاعدين مع بعض نخرج مع بعض نتفسح مع بعض وحاله الحب ديت هي اللي بتفرق. يعني حتى يمكن اتذكر بردك من خلال بردك كمثال للكلام ده كله في 2006 2008 2010 كابتن حسن شحاته المنتخب مصر قدر ان هو يحصد ثلاث بطولات متتاليه دي ما فيش حد عملها من خلال ان اللعيبه ذات نفسها هي بيدخل عليهم بيتجدد عليهم ناس معينه بس مش كتير. لازم كمان حاجه تانية عايز اقف عندها ما ينفعش نعديها ان حضرتك تاخد ثلاث مرات هداف الدوري ده يعني حدث كبير هو انجاز كبير بالنسبه لي طبعا 92 92 93 93 94 ثلاث مرات متتاليه اول سنه كانت بتنافس مين فيها؟ اول سنه كنت بنافس الكابتن جمال عبد الحميد وكان موضوع صعب بالنسبه لي لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم زمايلي قدروا ان هو يساعدوني ان انا اخد الهداف. تاني سنه كانت مع حسام حسن وانت عارف طبعا الكابتن حسام جميل حسام جميل قوي في النواسه فالحمد لله ربنا كرمني اخذتها. تالت سنه كانت اصعب برضك كل سنه بتبقى اصعب من الثانيه كانت مع كابتن بشير عبد الصمد برغم ان هو كان في مباراه فاصله لعب مباراه زياده واذكر كويس قوي كان المباراه ما بين الاهلي والاسماعيلي هنا في استاد اسكندريه مباراه فاصله وافتكر تقريبا انتهت 4-3 على ما اعتقد النادي الاهلي خدنا بيها بطوله الدوري بالظبط كده. اللي عايز اقوله لك ان جت ضربه جزاء وبشير عبد الصمد داخل الشوط وانت قاعد بتتفرج عملت ادعي لا مش قاعد انا قاعد يعني
بعد التعب ده كله والكفاح، انا كفحت يعني، كنت بكافح يعني وبجتهد على نفسي وبشتغل على نفسي، لان كنت بحب ان انا عايز اوصلها. في نادي الاولمبي بره المنافسه عن الدوري وبتحقق لقب الهداف الدوري 3 مرات، ده حاجه كبيره جدا طبعا. جدا. وبعدين انا قاعد بقى فجيت ضربه جزاء، قلت يا رب استر، وفضلت قاعد بقى كده مستني، بصيت ما شاء الله جه شاطها فشوبير راح صدها، قلت الحمد لله قد مكافاه للكابتن شوبير. طبعا. لكن بشير طبعا اخذ، حتى لو كان هو كان اخذها، انت عارف دي 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 كوره يعني، وارد او انه يحصل انك انت تاخد الهداف وممكن ما توفقش خلاص، لكن هو امر ربنا سبحانه وتعالى، فالحمد لله يعني الحمد لله على كل شيء. لكن انا بحب اشكر كل زمايلي اللي انا اشتغلت معاهم او اتمرنت معاهم او لعبت معاهم، لان هم ساعدوني كتير قوي 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 عشان اوصل للقب ده او اوصل للثلاث القاب دول، كان بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم زمايلي اللي بكننهم كل احترام وتقدير، وما زلنا مع بعض متواصلين مع بعض يعني. طيب احلى هدف في حياه الكابتن احمد الكاس وانت في نادي الاولمبي بقى، انت احرزت كم هدف الاول مع الاولمبي؟ انا مع الاولمبي حصلت 78 هدف. 78 هدف. احلى هدف اللي انت ما تقدرش تنساه؟ هو هقول لك على حاجه، هو في هدف انا جبته، هو مش 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 اجمل، لكن الهدف ده كان بالنسبه لي كان مهم قوي. كنا في موسم 88، وكان الكابتن جوهري كان واخدني منتخب مصر، وجي قال لي انت غير لعيبه الاهلي والزمالك، فانت محتاج شغل كتير. فكنت كان واخدني قبل المعسكر بحوالي مثلا 10 ايام او بتاع، فروحت قال لي انت هتيجي تتمرن معايا عشان الاهلي والزمالك بيلعبوا افريقيا وبيلعبوا هنا في الدوري، فانت محتاج يبقى عندك البدني وبتاع. والنادي الاولمبي قال لي مع احترامي النادي الاولمبي مش هيقدر يساعدك في الحته دي. فروحت واتمرنت، كنت انا ومحمد رمضان، كان ايامها كابتن طه بصري وكابتن جوهري الله يرحمهم، فاتمرنا. فرجعت على الدوري، رجعنا على مباراه النادي الاهلي، كنا هنلعب النادي الاهلي، وكسبنا المباراه ديت 1-0، وكنت كان ليا الشرف ان انا ربنا كرمني جبت الهدف في كابتن شوبير. لكن محمد سعد في الوقت المناسب مد رجله ولعبها بره كورنر، ومحمد طه يلعب الكره يلعبها على الكاس. جول الجول الاولاني للنادي الاولمبي بيجيبوا الكاس في الدقيقه 31. دي كانت بالنسبه لي يعني اعلان كمان حتى عند الكابتن الجوهري، لان دي كانت بتدي لي اضافه كبيره قوي، وزي ما بيقولوا بتسمع كويس قوي يعني، انك انت اديت مباراه كويسه وبعدين ربنا يتوجك المنتخب كمان. الكابتن الجوهري يحط